بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لازلنا نحيا مع حضراتكم في هذه الأيام الطيبات المباركات، الأيام والليالي العشر من شهر رمضان، العشر الأواخر من شهر رمضان، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها أكثر من غيرها كما جاء في الحديث الصحيح. كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد النبي صلى الله عليه وسلم مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة كناية عن كثرة العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. وقد خصها الله عز وجل، أي خص هذه الأيام العشر بخاصية ميز بها الأمة الإسلامية وأكرم بها الأمة الإسلامية، ألا وهي ليلة القدر، تلكم الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم، تلكم الليلة التي شرف الله عز وجل بها الأمة الإسلامية. هذه الليلة الكريمة لها خصوصيات، منها أن القرآن الكريم نزل فيها من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما قال سيدنا عبد الله بن عباس: نزل القرآن الكريم في شهر رمضان، في ليلة القدر من شهر رمضان، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به سيدنا جبريل عليه السلام مفرقا أو نجوما في 23 سنة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل مفرقا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الأحداث التي كان يمر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من قامها موقنا بما أعده الله عز وجل لعباده الصائمين القائمين من الخيرات والبركات والأجر العظيم. من قامها موقنا بهذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن هذه الخصوصيات أيضا أنها ليلة مباركة، فينبغي على الإنسان ألا يحرم نفسه من الأجر والثواب العظيم الذي أعده الله عز وجل لمن قامها. قال سيدنا أنس، قال صلى الله عليه وسلم: أظلكم أو دخل عليكم شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها أو من حرم قيامها فقد حرم الخير الكثير، وفي رواية: من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ومنها أيضا أن الملائكة تتنزل فيها من السماوات إلى الأرض أو إلى السماء الدنيا بالخيرات والبركات والحسنات بقيادة سيدنا جبريل، كما قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي ليلة كلها أمان وكلها طمأنينة، سلام هي حتى مطلع الفجر كلها أمان وطمأنينة، من غروب شمس هذا اليوم أو من بداية الغروب إلى طلوع الفجر كلها أمن وأمان وسلام،
وطمأنينة. فالإنسان العاقل الزكي لا يحرم نفسه من هذه الخيرات والبركات والحسنات. كل عام أنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم فضل وبركة ليلة القدر، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.